تنضم إلينا من القدس مراسلتنا أحلام عثمان لإطلاعنا على أبرز التطورات الميدانية والتحركات الدبلوماسية وآخر التصريحات. إليك أحلام. نعم، بالنسبة للتطورات الميدانية وما حصل خلال الساعات الأخيرة، فكانت صفارات الإنذار قد عادت لتدوي مجددا في مناطق مختلفة. كان أبرز هذه الصفارات الإنذار في مركز الجليل التي طالت مدن ومستوطنات مختلفة، منها مستوطنة كرمئيل، مزقاب، وعلى مقربة منها أيضا البلدات العربية مثل سخنين وكفر مندا ودير الأسد والبيع، أو ما يعرف بمناطق الشاغور. أطلق ما يقرب من 15 صاروخا باتجاه هذه المناطق. رصد عدد من هذه الصواريخ قد سقطت إن كان في كرمئيل أو أيضا في مزقاب. وفقا للإسعاف الإسرائيلي فلم يكن هناك تسجيل لأي من الإصابات حتى هذه الأثناء. إلى جانب مركز الجليل كان هناك أيضا صفارات الإنذار التي دوت في الجليل الأعلى، تحديدا في المناطق المحاذية للحدود اللبنانية مثل زرعيت وشومرة وشتولة، وعلى اعتبار بأن هذه المناطق باتت هي أيضا مناطق عسكرية مغلقة، تضاف إلى المناطق الأخرى. قرابة 5 مستوطنات إسرائيلية أيضا باتت هي بحكم المناطق العسكرية المغلقة، فعمليا ما يتم استهدافه في هذه المناطق هو القوات الجيش الإسرائيلي أو الإمدادات اللوجستية التي تقدم للقوات التي تحاول التوغل داخل الأراضي اللبنانية. فعمليا إذ ما تحدثنا أيضا عن الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، فوفقا لمركز الجليل في مدينة نهرية قال بأنه تلقى ما يقرب 17 إصابة في صفوف الجنود الإسرائيليين خلال هذه المعارك التي جرت منذ صباح هذا اليوم. ف17 جنديا إسرائيليا تتراوح جراحهم ما بين متوسط حتى الطفيفة. أما إذ ما نظرنا إلى البيان الذي خرج من مستشفى زيب في مدينة صفد، فالحديث يدور عن 30 جنديا إسرائيليا قد أصيبوا في المعارك التي دارت منذ يوم أمس حتى ساعات الصباح. فعمليا هناك ارتفاع في عدد الجنود المصابين. حتى هذه الأثناء لا يوجد هناك معطيات رسمية من قبل الجيش الإسرائيلي حول أعداد الجنود، وإنما ما تحدث به في ساعات الصباح بأن هناك ضابط إسرائيلي وجندي آخر أصيبا في موقعين مختلفين خلال العمليات والمعارك الدائرة في الجنوب اللبناني. أما في البيان الذي صدر من قبل قوات الجيش الإسرائيلي المتعلقة بأسر أحد مقاتلي حزب الله اللبناني، كان قد تواجد في أحد البلدات اللبنانية داخل النفق، وقالوا بأنها عبارة عن منشأة مسلحة يتواجد هناك العديد من الأسلحة، وأسروه بعد أن جردوه من ملابسه. فهم يعتبرون بأنه عنصرا من حزب الله اللبناني، وتم تتبعه بناء على معلومات استخبارية، وحاليا يتم التحقيق معه من قبل قوات الأمن الإسرائيلية. ولكن في التدقيق في هذا الفيديو فيتبين بأن تم نشره أيضا خلال العام الماضي، وهذا الأمر الذي يحتاج أيضا توضيحا من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، لاسيما بأن كان هناك بيانا مطولا حول هذا الموضوع. ولكن في الفيديو عند الاستماع ومشاهدته فلا يوجد هناك خبرا كاملا بخصوص هذا الموضوع، لاسيما بأننا نسمع فقط كلمة واحدة ولا يمكن تمييز لهجات الأسير الذي قال الجيش الإسرائيلي بأنه يتبع لعناصر حزب الله اللبناني. في المستوى السياسي هناك المحاولات والضغوطات الأمريكية، تحديدا من قبل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت من أجل عدم توسيع رقعة هذه الحرب والتوغل بمزيد من قوات الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، وإنما التوصل إلى تسوية. وهذه الأمور لربما لن تلقى أذانا صاغية بالنسبة للجانب الإسرائيلي، لاسيما بأنه يوسع من عملياته داخل الأراضي اللبنانية ويزج بالمزيد من قوات الجيش عند الحدود اللبنانية.
وهناك ترقب للاجتماع الكابينيت الإسرائيلي الذي سوف ينعقد أيضا مساء هذا اليوم بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وباقي الوزراء. إذن أحلام عثمان مراسلة المشهد، شكرا لك، حتى الآن سنتابع معك المزيد لاحقا.